واكيد بان ملي كتشوف مؤتمر صحفي بهذا الحجز من الان كتدخل في اطوار ديال المباراه وكتزيد كتحمس اكثر. فاظن بانه وقطعنا واحد الشوط، الشوط الاول كان صعب يمكن ما شفتو بكل يعني الاطوار ديال المباراه، بحيث كانت هناك يعني فيها بعض المطبات، ولكن الحمد لله رجعنا في الشوط الاول من المباراه بنتيجه نقدروا نحسبوها بانه الهدف اللي سجلناه ثمين وثمين جدا، ولكن يجب استثماره. فالان الشوط الثاني اكيد بان الوقت لتحضير المباراه كوقت هو قليل، ولكن كاين هناك يعني امور تقنيه دقيقه اللي وقفنا عليها، سواء من ناحيه ديال التنشيط الدفاعي والتنشيط الهجومي، وفي نفس الوقت عارفين بانه غادي يكون واحد المسانده قويه من طرف الجمهور ديالنا ومن طرف كل المغاربه، جمهور الرجاوي اولا وكل المغاربه. واظن بانه هذا عامل غادي نحاولوا يعني نعتمدوا عليه كذلك، باش يمكن يعني هذا الشوط الثاني يعني نضمنوا يعني المرور للنصف النهائي. وكما ذكرني عامل الفريق غير هذه يومين بانه 18 سنه فريق الرجاء ما لعبش نصف النهائي، فاظن هذا في حد ذاته حافز، ولكن هادشي كله خصو يدار يعني بواحد الصبر، خصنا نتحلاو بواحد الصبر، خصنا نتحلاو بواحد المعنويات مرتفعه بالنسبه للاعبين، وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا نركزوا اكثر، لان التركيز له دور مهم في هذه المباريات بهذا الحجم، لان هذا المستوى العالي، هذا الشامبيونز ليغ كما قلت اخت ويهام، كارت فينال الشامبيونز ليغ ماشي سهل، ولكن فريق الرجاء ان شاء الله نتمنى يكون في الحدث باش نحققوا ان شاء الله التاهل ونرضيو كل الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي خاصه.